انت فاكر ان امن الدوله هتكلفك بمهمه زي دي بلطجه على خلق الله؟ يا ابني دي بنت جاسوسه نصها مصري ونصها تونسي وبتشتغل مع اليهود، واخده الصحافه ستاره عشان تعرف تتحرك بسهوله وتصور وتنقل معلوماتنا لاسرائيل. يعني انت كنت بتأدي واجب وطني زيك زي اي بطل واقف على الجبهه بيحارب. وربنا سعادتك راجل مية مية وعتره وجدعانه واخر احترام، وانا قدها وربنا كنت قدها يا باشا، والطلقه صابت والبت فطست وكانت بتروح لولا سعادتك. انا وبعدين بقى اهدى كده واسمع كلام محسن بيه للاخر. اهدى بس، كان واجب برضه حازم بيه تفطمني على الحوار الجامد ده من الاول، على الاقل الواحد يعني كان يقدر يعمل. ما ينفعش يا كليانتي، هو ده سري يتقال برضه؟ الشغل اللي زي ده ما ينفعش اي حد يعرفه ولا حتى اللي بينفذ. دي مصلحه بلد بحالها يا ابني، دي مصر يا كليانتي، والسر ده هو اللي خلاني اجيلك لحد هنا بنفسي عشان توصف لي كل دقيقه عدت عليك مع الراجل الطيب اللي انت حجزته في الخن بتاعك انت ورجالتك. ولو اتاكدت ان سرنا في الامان، انا بنفسي اللي هتشفع لك عند حازم بيه وخليه يدي لك فرصه تانيه تصلح بيها الغلطه الخطيره والخايبه اللي عملتها. انا مش هستنى يا اكرم، انا هتصل بيه دلوقتي واقول له كل اللي عندي. غلط غلط يا ملك، الاستعجال في الحاجات اللي زي دي خطر يا ماما. اوه خطر خطر خطر، انتوا ما عندكوش كلمه تانيه تبرروا بيها الخيبه اللي انتوا فيها دي. البلد عمال بتتحرق وبتتباع للسفله والسفاحين وعصابات الصهاينه، وانتوا عمالين بتحسبوها بالورقه والقلم. ما ترد يا سليمان. مفيش فايدة. يبقى تصبري شوية بقى لغاية ما تلمي الموضوع في ايديكي وتقفي على أرض من حديد. ما تنسيش يا ملك إنك لغاية دلوقتي. ملك الحق يا ملك. إيه يا دعاء، وصلتي حاجة؟ أدريانو كابيلو انقلب بعربيته وهو مسافر من 5 أيام على الهاي واي، وبعد كده حجزوه في مستشفى في باريس. خبر أسود. قلت لك يا ملك إن الموضوع ده تقيل قوي وأنت ما صدقتنيش. مش قبل ما اتاكد ان سليمان العريني معرفش اي حاجه عن الكلب ده. يا باشا وربنا ما حصل، الراجل ما طلعش مننا باي حاجه غير الشكل والاسامي، وصلاح بالذات ما نطقش قدامه باي كلمه. طب تفتكر كده الواد ده لو حب يتدارى هيروح فين يا كليانتي؟ سعادتك معالي الباشا. ازيك يا حازم بيه؟ ازيك يا باشا؟ ازي سعادتك؟ اتفضل يا باشا اتفضل. لا 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 معلش، مش عايز اعطلك، انا كنت عارف ان انت في مأمورية بني سويف، بس لما سمعت صوتك قلت ادخل امسي عليك. لا يا باشا سعادتك، مأمورية بني سويف مسكها ايهاب السبكي من اسبوع سعادتك. تمام تمام. طيب انا سهران في مكتبي لو عايز اي حاجه. ربنا ما يحرمنيش منك يا باشا. اتفضل سعادتك. اتفضل يا باشا. اسمع يا ابني، لاخر مره بقول لك، روحك متعلقه في رقبه البورس اللي بره منك في طريق الساحل ده. صلاح لازم يكون موجود دلوقتي قبل بكره الصبح، غير كده انا ما اقدرش اساعدك. واديك سمعت الكلام اللي محسن بيه قاله وعرفت الحكايه دي واصله لحد فين. طب سعادتك ممكن تديني الامان 24 ساعه بس وانا اللي هجيبه لك بنفسي. تجيبه فين يا مدحت؟ انت اتجننت؟ مش سيادتك عايز؟ انا عايز اعرف الحدوته كلها من غير ما حازم فوده يحس ان في حد بينكش وراه. عايز اكشف الورقه ديت وباسرع ما يمكن يا مدحت، فاهم يعني ايه؟ باسرع ما يمكن. لا 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 لا، انا كده قلقت جدا، مش هقدر استحمل التوتر ده كله. ما هتجمد قلبك يا اكرم، ما ينفعش كده.
ميسا لو سمحتي ترجمي لي الورقتين دول اقل من نص ساعه. حاضر يا عم المستعجل. ممكن يا بنت تفهميني هتعملي ايه بالورقتين دول؟ هعمل المكالمه دي وهقول لك بعدين. مكالمه ايه بس؟ ما بتبقى لك ساعه بتتصل بيه ما بيردش عليك يا ملك. مش بكلم سليمان يا اخي، بكلم جواهر. هتقول لي جواهر؟ ليه اللخبطه دي بس يا ملك؟ نخلص من خيط محسن الصواف الاول وبعدين نبقى اشوف جواهر. خلاص يا اكرم، الخيوط كلها اتشبكت في بعض بقدره قادر ولازم تفك في وقت واحد. ايوه يا جوجو، ازيك يا حبيبتي؟ انت فين من الصبح؟ انا في البيت. في البيت يا استاذ. طب كويس قوي، اوعي تتحركي من عندك لحد ما اعمل مشوار صغير واجي. حاضر حاضر. هو حضرتك لقيتي حل يعني يا استاذه ولا ايه اللي حصل؟ انا قلت لك هجيب لك حقك، يعني هجيبه لك، بس انت تخليكي مكانك لحد ما اوصل للدكتور سليمان واجي لك لحد عندك. ايوه حازم بيه، شغالين ساعتك. في مكالمة دايرة من 4 دقايق كده وكنا. لا سامعك يا باشا، مرني. أي حازم بيه، خير؟ إيه اللي حصل؟ لا أنا عند أمين باشا لسه ما رجعتش المكتب. في حاجة حصلت؟ إيه؟ أنت متأكد من الكلام ده حازم بيه؟ طب اقفل 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 وأنا هطلبك بعدين. في إيه يا محسن؟ حازم فودة يا ريس بيقول ان مصادره في قناه مصر الحره بلغته ان البنت شغاله على السي دي في مكتبها دلوقتي. ايه؟ طب ومستني ايه؟ نفذ وبسرعه. هي دي حاجه محتاجه استئذان؟ يا فندم لا هي بايدي ولا بايد حازم فوده. سعادتك عارف انه مهما كان ظابط صغير واوردر زي ده يعني لازم يجي له من. خلاص خلاص فهمت. امير تحت امر معاليك. هات لي مكتب حسن ادري بسرعه على التليفون. حاضر يا فندم. قلت لك من الاول عيلة زي دي ما تموتش وتعمل منها بطل يا محسن. دي تتحط في قفص وتسيبها تصرخ وتفرفر لحد ما تقول حقي برقبتي. امشي قدامي من سكات، انت فرد مش محترم يا زغلول. ايه هو اللي ليه؟ لا ما هو مش كل انت يا زايفة تعدي وتلغيك تهج وراها على طول. ما تقوليش بقى قلبي مال ولا قلبي تنير. انت لسه هتقاوح؟ بقولك ايه، انت محبوس في العين بتاعتك ومع المدام اللي مقسومه لك وهو ده نصيبك. كأن بقى وتهد. الله دكتوره دكتوره. يا كيم ما مزمزلش، قد اتصلت بيك دلوقتي على تليفون العياده وبتقول لك كلمها ضروري. الله الله، ايه كل الاتصالات دي؟ ايه يا ملك كل دي ميس كولز؟ استر يا رب. الو. ايه يا ملك؟ معلش يا حبيبتي انا اسف والله، بس انا كنت فوق. الله طب اهدي. طيب يا ملك اهدي، مش فاهم اي حاجه. يا سليمان حرام عليك جننتني. هي غيت ايه؟ حنان؟ لا بص الالغاز دي نتكلم فيها بعدين، المهم تركز في الخبر اللي انا هقوله لك دلوقتي. سليمان انت مش مجنون، واللي حصل لك في الساحل ده مش وهم ولا تهيؤات. انا كشفت كل حاجه والله العظيم دي الحقيقه. يا سليمان انا جايه لك دلوقتي عشان عريس ايه بس في الزحمه اللي احنا فيها دي؟ اتجننت دي ولا ايه؟ انا اللي هتجنن يا بابا، مش عارفه ازاي تفرض عليا حاجه زي كده من غير حتى ما تاخد رايي. مش لما تفتكر الاول ان انا لسه عايش والمفروض تاخد رايي؟
والله العظيم يا بابا لو ما لقيت لي حل في المصيبه دي لموت نفسي. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش الكلام ده ابدا. طيب ما تكلميش انت معاها خالص لحد انا ما ارجع وانا هتصرف. وحضرتك هتيجي امتى بقى؟ جاي على طول يا حبيبتي. عشان ثانيه واحده بقى حبيبي، معلش هرجع اكلمك تاني. ها يلا باي باي. ها يا مجدي، عرفت حاجه؟ لسه بحاول. انت رحت لها القناه؟ رحت لها القناه وسالت الناس بتاعه الامن، قالك المباحث جم قبضوا عليها وشمعوا المكان كله. ايه؟ مش ممكن، ايه اللي حصل؟ مش قادر افهم، مش عارف اعمل ايه، مش عارف. بس مفيش غيره. ادخل. تمام يا ريس. وصلت الحاجه؟ كل حاجه يا ريس. والحمله اللي بره دي تبع مين؟ حازم بيه فوده، وفي معلومات عنها في الفايل اللي جايبه لسعادتك. حازم فوده، شوف اخرتها مع حازم فوده ده. ايه ده؟ يا نهار ابوك اسود. ما تقليش نفسك يا استاذه، هي بس شويه اجراءات بسيطه كده وبعدين هرغي مع حضرتك شويه وبعدين تتكلي على الله. بقول لسعادتك ايه، انا ولا خايفه ولا قلقانه ولا ركبي بتخبط في بعضها، فيا ريت نوفر المقدمات اللطيفه دي ونخش الصلب الموضوع، ايه رايك؟ بس كده غالي يا استاذه، غالي والطلب رخيص قوي. حضرتك متهمه بالتخابر مع جهات اجنبيه وتسريب معلومات اخباريه ايثاريه من شانها الاضرار بالامن العام. حلوه الدخله دي. انا فين يا استاذ؟ لا مش طالبك خالص المره دي بقى. ازاي بس يا ريس؟ يا ريس القوة اللي نازلة من المديرية ما تشيلش خمس لجان. أنا الدايرة اللي عندي يا ريس تقيلة، كلها لبش وعوق ولعيبة انتخابات. أيوة يا ريس، ماشي، ما قلتش حاجة لسه بدري، بس أنا لازم أظبط الدنيا عندي عشان الوقت ما يهجمش عليا يا ريس، وأرجع أشيل على دماغي في الآخر. أو النبي يا ريس، عشان خاطري. ما تنسانيش النبي. ماشي سعادة. مستني تليفونك. سلام يا ريس. سلام. سعادتك الدكتور بيقول انه اهلا. مش معقول، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ حمد بيه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، حاجه سهله الدكتور بسرعه. لا لا، متشكر جدا، كلك ذوق. متشكر ازاي واحنا بنشوفك كل يوم؟ يلا يا ابني بسرعه. تمام سعادتك يا باشا. حمد بيه، انا بصراحه يعني عاوز خدمه شخصيه من حضرتك. عارفها من غير ما تقول. عارفها؟ طبعا. اتفضل. عارفها ازاي حضرتك؟ ودي محتاجة تشغيل مخ. أنت جاي توصينا على الدكتورة شاهيناز. اطمن يا سيدي. الدكتورة شاهيناز متوصى عليها من أعلى قمة في الهرم. والحزب حجز لها الكرسي من دلوقتي. فأنتوا جايين لظابط صغير زي عشان يظبط لكم الصناديق واللجان والكلام الفارغ ده. أنا مش فاهم قوي يعني حضرتك تقصد إيه؟ هو حضرتك تقصد ان مراتي نازله في الانتخابات مع مجلس الشعب اللي جايه دي؟ لا، انت عايز تفهمني انك ما تعرفش؟ امال جاي لي ليه؟ بكلمك عشان تلاقي لي حل في الموضوع ده يا رفعت بيه. مش معقول هكلم حد تاني غيرك، ده انت مساعد الوزير. افندم؟ لا الحقيقه مش فاهم مالكوا صلاحيات على امن الدوله ازاي يعني؟ مش ده جهاز تبعكم ولا دي وزاره خاصه؟ طيب بعد اذنك يا رفعت بيه، تاخد لي بقى ميعاد مع حسن بيه ادري، وانا هروح فورا لوزاره الخارجيه وهجيب معايا بقى حد فاهمه حجم الازمه اللي هتحصل في البلد دي. شكرا يا فندم، مع السلامه. طب يا سيدي، متشكر، مع السلامه. للاسف يا دكتور، الحكايه خرجت من ايدي وراحت في سكه تانيه خالص. تقصد يا عماد بيه، هو حضرتك عرفت ايه بالظبط من المكالمه دي؟ اللي قبض على ملك يونس لا مباحث ولا امن عام زي ما قالوا لك العيال بتوع الحرس. امال مين؟ امن الدوله يا دكتور. ايه؟ امن الدوله؟ وهي ملك عملت ايه عشان يقبض عليها امن الدوله؟ كان نفسي اكمل خدمتي ليك واعرف لك السبب،
لكن للأسف انت عارف معزتك عندي، دي منطقة محظورة ومتكهربة، لا ينفع فيها رئيس مباحث ولا حتى مدير أمن. طب والحل؟ يا سيدي ما تقلقش نفسك عليها قوي كده، النوعية المشاغبة بتاعت ملك يونس دي واخدة على الغلسات دي ليل نهار. وبعدين احنا هندوخ نفسنا ليه؟ انت مش قلتلي ان انت صديق شخصي للي وعد الزهرة؟ ايوه يا ريس، انا كنت عايز اعرف موضوع زي ده يتم ازاي من غير ما يعدي عليا. انا مش بتكلم في حدود الاختصاصات، انا بتكلم في المنظر العام قدام الرئاسه. يا فندم احنا علينا لازم تبقى على كل واحد بيشتغل معانا ونحميهم من اي هفوه صغيره بيقعوا فيها، خصوصا ان احنا معانا واحد مطيور زي حازم فوده وله سابقه مع جريده الامل، لسه صداها مسمع لغايه دلوقتي. اوكي باشا، خلاص اوكي اللي تشوفه. ما قالش حاجه طبعا ولا عمره هينطق. حاولت اضغط عليه يمكن اوقع منه ولو تكه صغيره، لكن الظاهر ان الموضوع اوسع من كده بكتير وفي منحنيات كتير قوي. الخريطه دلوقتي محصوره ما بين حازم فوده وحسن ادري، لكن تعرف يا مدحت مش محسن الصواف اللي ممكن ياخد اوكي من ادري على موضوع زي ده ابدا. طبعا يا ريس، اكيد في عظمة اشد بكتير. اكيد. ايه ده؟ خير يا باشا؟ سليمان العريني. معقوله؟ صدفه غريبه فعلا. لا مش صدفه، انا لسه هعلمك ولا ايه يا مدحت؟ بقول لك ايه، رد عليه وقول له ان انا في مأموريه ومش هقدر استقبل تليفونات دلوقتي. ايوه مين حضرتك؟ هو تليفونه يا فندم، بس عادل بيه في مأموريه مش هيقدر يستقبل تليفونات دلوقتي. لا ابدا مفيش حاجه، مع السلامه. بقولك ايه يا مدحت، انا عايزك تفكر معايا ايه العامل المشترك اللي يربط ما بين الاربع اضلاع، ملك يونس، محسن الصواف، سليمان العريني، شاهيناز رستم. نعم حضرتك عايز تحجزني هنا؟ ايه مش قد المقام ولا ايه؟ ها، هو انتوا خليتوا فيها مقامات؟ نقي كلامك يا استاذه، نقي كلامك وما تخليش لسانك كرميكي في النار. النار قربت تحرق البلد كلها باللي فيها من عمايلكوا يا سياده الرائد، وانا كنت فاهمه ان ذكائكوا هيسعفكوا ويخليكوا تعيدوا النظر في السياسه اللي بتستخدموها مع الناس بعد الفضائح اللي اتسربت من اقسام الشرطه واتنقلت على الموبايلات ومواقع النت، لكن الظاهر انكم لسه عايشين في جو الالم السياسي وزوار الليل ومش حاسين باللي بيجرى حواليكم. لا لا، انا كده استحملت كتير قوي، وكلمه تانيه. احجزني يا حازم بيه، انا عايزاك بقى تحجزني ودلوقتي حالا وفي اسوأ مكان عندك، وعايزه مخلوق يمد ايده عليا او يهين كرامتي بنص كلمه عشان لما اخرج من هنا واقول كل اللي عندي لكل وكالات العالم يبقى لك الحق بقى بانك تتهمني بقى. فندم كفاية مقابلة سعادتك والكلام اللي قالهولي محسن بيه قبل ماجي، هي أصل بس الحكاية جت بشكل مفاجئ كده، وسعادتك عارف إن أنا عارف يا دكتورة، إحنا عارفين كل صغيرة وكبيرة عن حضرتك، بس ده مجرد إجراء روتيني زي ما محسن بيه قالك، وبعدين عشان ننال شرف مقابلة شخصية عظيمة زي سعادتك ونبارك لك على النجاح قبل ما يحصل. ميرسي يا وجدي بيه وربنا يخليك. أنا ممكن أطمع في سؤال صغير؟ طبعا اتفضلي. أنا أصلي لمحت الصحفية اللي اسمها ملك يونس دي في الطرقة وأنا جاية لسعادتك، هي مقبوض عليها ولا إيه؟ في الحقيقة ما عنديش فكرة يا دكتورة، أصل ده ملف تبع الفكر والإعلام، وأنا مسؤول عن النشاط السياسي وغيري مسؤول عن النشاط الديني.
زي المستشفى بتاعت سعادتك كده، ما فيها تخصصات. طب كويس يا ستي، لا مصيبه ولا حاجه، ده موقف طبيعي جدا ومن المتوقع ان هو كان يحصل. بنت زي القمر زيك ومن عيله كبيره، اكيد كل يومين هتقدم لها عريس. خالد انت بتهزر مش كده؟ يا خالد انت مش عارف ماما دي لو حطت حاجه في دماغها وصممت عليها محدش بيقدر يعارضها ولا يقول لها لا. لا نقدر، انا وانت نقدر على اي حاجه ما دام عايزينها بجد، وما عندناش استعداد ان احنا نتخلى عنها تحت اي ضغط او اي ظروف. خالد ده مش وقت شعارات خالص، انا كل اللي انا محتاجاه منك تنقذني وتقول لي انا اقدر اعمل ايه. ولا اي حاجه، حضرتك هتستقبلي الضيوف اللي جايين بكره بمنتهى الهدوء والشياكه، وما تحطيش نفسك في اي صدام مع ماما، وما تتكلميش مع الدكتور سليمان في اي حاجه دلوقتي لحد ما انا ارتب نفسي وافتح الموضوع مع بابا، وتلاقيني بشرب عندكم الشاي في الفيلا. انتوا مش عندكم برضه شاي في الفيلا ولا ايه الموضوع؟ فكيها بقى. دمك زي العسل يا سولي. يوه يا شيناز ما تعصبينيش بقى، الله انا مش حامل هزار دلوقتي. ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ايه عريس يتقدم لبنتي يقوم يطلب ايدها منك انت ويحدد ميعاد وبعد كده تفتكري حضرتك ان ليها اب عايش تقومي تطلبي مني؟ والله ما قصدت اني الغيك او اتجاهل وجودك، انا كمان اتخطفت زيك كده بالظبط، فجاه لقيت كاميليا بتكلمني في الموضوع وما فيش ساعه واحده، ولقيت الناس بتتصل بيا وطالبين ميعاد في اسرع وقت لان الولد بيشتغل في الخارجيه ومسافر في مأمورية سريعه. يعني الحكايه كلها مجرد زياره تعارف، ولما يرجع الولد بقى نبقى ناخد قرار. وإيه إن شاء الله بقى حكاية الانتخابات اللي أنت ناوية تخشيها دي؟ إيه؟ حصلت فجأة برضو يا كمان؟ ولا كنت مستنية لما صورك تتعلق عيوفط في الشوارع وأنا أقول يا سبحان الله يا أخي الست دي الخالق الناطق مراتي؟ مش بقولك دمك خفيف قوي النهاردة يا حبيبي؟ ما هي دي المفاجأة اللي أنا كنت عاملها لك في الليلة السودة اللي خنتني فيها مع القطة. بجد انا مش قادر افهمك يا شهناز، والله العظيم ثلاثه ما قادر افهمك ابدا. عليك بايه بالهم ده كله؟ سياسه ايه ووجع دماغ وانتخابات وبلاوي؟ انت عارفه تفوقي من المستشفى وشركه الادويه والهم ده كله؟ انا اللي مش قادره افهمك يا سليمان، انت ليه بتكره الخير لنفسك ولينا؟ فرصه وجت لحد عندنا نقول لها لا معلش مش فاضيين لك. فرصه لايه؟ ومين ان شاء الله اللي ادالك الفرصه العظيمه دي؟ اكبر شخصيه في الحزب هو اللي رشحني وصمم عليا. يا سلام، ولما هم حابينك قوي ومتوسمين فيك الخير كده كانوا بيطلبوك قدام امن الدوله ليه؟ موضوع امن الدوله ده اجراء روتيني عشان انا صحيح انت فكرتني، عارف انا قابلت مين هناك؟ مين؟ ملك يونس. مالك اتخضيت كده ليه؟ بسمع. مش انا قلت لك ان اخرتها سودة ان شاء الله؟ انا فضلت طول الليل اعمل اتصالات عشان اعرف ايه سبب وجودها هناك. وعرفتي؟ طبعا الهانم جاسوسة يا دكتور، بتتستر ورا الصحافة والاعلام عشان تسرب خفايا المجتمع المصري وتنقلها لبلاد تانية. الاستاذة ملك يونس الاعلامية المناضلة عضوة في منظمة ماسونية على علاقة بالموساد. مش بهزلة وبس يا إيهاب، دي كارثة. تجسس؟ يعني إيه تجسس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ملك وأكرم؟ هي الحكاية بقت سهلة في إيديهم للدرجة دي؟ يطلعوا تهمة من تحت الأرض ويلبسوها للناس كده علني بدون أي مقدمات؟ ما هم أكيد يا ريس كانوا معتمدين على طريقة شغل ملك يونس. الريبورتات اللي كانت بتقدمها كانت بتقدمها لمحطات اجنبيه وخصوصا السياسي منها. هو الاسلوب ده يعني من اختراع ملك يونس؟ واحده بتشتغل ريبورتر في قناه اخباريه هتعمل ايه يعني؟ هصور فيديو كليب؟ طب ما يمكن يا ريس تكون المساله كلها مجرد لبس او معلومه غلط وصلت لهم عن طريق. لا 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 سيبك من التخمينات السطحيه دي، الحركه دي مقصوده ومدبره من بدري. عارف المشكله في ايه؟ ان ملك يونس وسعت مساحه الصدام بينها وبين النظام، وبصراحه بقى كانت بتأفور جدا في شغلها الفترة اللي فاتت دي، وده بصراحة بقى يعني عيب اللي يصدق خدعة الديمقراطية ببلد زي دي ويعشم نفسه ان في مساحة لحرية الصحافة بجد. طب ده يا ريس فيما يتعلق بملك، لكن ايه معنى انهم اغلقوا القناة تماما وتحفظوا على كل اللي فيها ومسكوا مع ملك استاذ اكرم وميسة ودعاء ومهندس الكمبيوتر؟ هو لازم يعملوا كده يا ايهاب
عشان القضية ما تبانش على إنها خصومة خاصة بينهم وبين صحفية بعينها، وإن القضية تتعلق بمؤسسة كاملة بتضر بالأمن القومي. طب وأنا مش هنعمل حاجة في الموضوع ده يا ريس؟ هنعمل إيه بس يا إيهاب؟ يعني وأنا لو كتبت مش عارف هاجم مين؟ هاجم الداخلية ولا الحزب اللي بيحكمها ولا الرئاسة؟ ما هو أنت أصلك يا إيهاب لما تيجي تكتب لازم تحدد الخصم اللي هتكتب عنه، وإلا بقى هتخبط في الضلمة وتلاقي نفسك محبوس معاهم وتواجه نفس المصير. أنا شايف يعني إن إحنا لو كتبنا دلوقتي تحديدا يعني مش هنفيد بحاجة، يعني ده ممكن يساعد على انتشار الإشاعة يعني ويأكدها. أيوة راس، بس إحنا لو ما اتكلمناش في غيرنا هيتكلم، ودي واقعة كبيرة والجرايد هتكتب وتنشره. يا سيدي سيبهم يتكلموا وبعدين نبقى نرد عليهم. أصل إحنا بصراحة بقى يعني لو خدنا أي مبادرة دلوقتي ممكن نأذي ملك وأكرم. أيوة عبير، إزيك؟ أنت عاملة إيه دلوقتي؟ ها؟ أكرم؟ لا أكرم هو تقريبا سافر. سافر؟ سافر إزاي؟ قصدي سافر إمتى؟ لا ابدا، بس هو كان المفروض يعدي عليا امبارح وما جاش وما اتصلش، فقلت اطمن من حضرتك. متشكرة قوي يا استاذ جلال. لسه يا سمر؟ والله لسه يا بنتي، الرقمين مقفولين. طب ليه كده بقى؟ يعمل فيا كده ليه؟ انا عارفه ومتاكده انه ما سافرش ولا حاجه، مش عايز يتعب نفسه ويجي لي خلاص يقولها في وشي، بس ما يرخصنيش كده. حرام عليك يا اكرم، حرام عليك. 100 مره اقول لك خف على البيت شويه وما تبداهاش العشم ده كله عشان ما تتعلقش بيه. انت اللي موافق كده؟ سعادتك اللي بعتلي يا فندم. افتكرت، ادهيلي الناس اللي شغالين مع الاستاذ اكرم بسرعه، عاوزهم هنا كلهم قدامي. حاضر يا فندم، هيكونوا قدامك حالا. والله ما عارف ادهيلك ولا ادهي عليك يا اكرم. يا عبير مش كده، حرام عليك، هو هنخرج من المطب ندخل في انيل منه؟ انا بذبح نفسي يا سمر، انا عارفه اني بذبح نفسي. كتبت الكده وصدقتها، بس اعمل ايه في قلبي الجاهل اللي مبسوط بالكدبه وعايش فيها؟ اعمل ايه؟ انا خايفه الوسواسه اللي جوايا ده يكون حقيقه، خايفه تكون الصراحه والفضفضه اللي كلمته بيها اخر مره خليته ياخد قرار انه يبعد عني وعن جنوني ويسيبني. يسيبني بس ولا انا خايفه يسيبني؟ يسيبني يا حبيبتي ما تخافيش، ما تخافيش، انا جنبك ومش هسمح لاي مخلوق في الدنيا انه يغصبك على اي حد. يا بابا انت شفت الولد شكله عامل ازاي؟ شفت التناكه والغرور اللي هو فيها؟ انت ترضالي ان انا اعيش مع واحد زي ده؟ لا ده على جثتي، مش هيحصل ابدا. طيب هو انت ليه كنت ساكت وسرحان طول القعده وما قلتش اي حاجه؟ لا يعني كنت طبعا قرفان من القعده دي بصراحه، بس انا قلت اعدي الليله من غير مشاكل لحد ما احلها بطريقتي. طيب بابا انا كنت عايزاك في موضوع مهم قوي، ممكن بس اقعد اتكلم معاك دقيقه؟ شاهد حبيبتي، معلش معلش، ممكن ناجل اي كلام لبكره؟ انا بصراحه اتخنقت من القعده السخيفه دي ومحتاج اشم شويه هوا. بس اهم حاجه حصلت النهارده اني كنت زي بابا. طب وانا يا بابا مش قادر تديني ساعه واحده بس من وقتك يا بابا؟ ما هو مش ممكن كل ما اجي اتكلم معاك يا دي الانتخابات يا بابا؟ انا بقول لحضرتك عايزك في موضوع مهم جدا وما يستحملش التاخير.
طيب ممكن اعرف حضرتك هترجع من السفريه دي امتى علشان اخد من حضرتك ميعاد باليوم والساعه والدقيقه؟ ارجوك يا بابا بقى. لا 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 لا، انا خلاص خلاص يا عم فرجاني، خلاص انا تبت وسلمت وما عدتش اعملها تاني. انا خلاص مش هسمع كلام قلبي ده في اي حاجه تاني بعد كده. ليه بقى ان شاء الله؟ علشان خدعني، عشان ضحك عليا ولبسني العمه ومشاني وراه زي العبيط، عشان خدرني وخلاني اقع في واحده خاينه وملهاش امان. لا حول ولا قوه الا بالله. يا دكتور سليمان، ان بعض الظن اثم. ظن بقى بعد كل اللي حصل ده لسه بتسميه ظن يا عم الشيخ فرجاني؟ المعلومه اللي قالتها مراتي وتاكدت بكلام طارق الشاذلي اللي لسه حالا قايله في التليفون، والحوادث الغريبه اللي عماله تحصل حواليها من يوم ما شفتها، كل ده ولسه دلوقتي هندي مساحه للشك ونفترض حسن النيه؟ لا يا عم الشيخ فرجاني، لا ده انا مش عارف اتلم على جسمي من صباحيه ربنا، كلي بغلي ومش دريان باي حاجه بتحصل حواليا. بقى انا اللي اتعجنت في تراب البلد دي وادتني احلى ايام عمري، اجي النهارده واخونها بعلاقه مشبوهه بواحده زي دي واقول اصل قلبي حاسس، اصل قلبي اتنيل؟ لا يا عم الشيخ فرجاني، ده انا اخلعه بايدي من صدري، ادوس عليه بكعب جزمتي. قلبي ايه؟ مش عايزه انا القلب ده، انا مش عايز القلب ده. فين اسمان رايح فين؟ اسمعني يا ابني. كده برضه يا دكتوره، اسبوع بحاله ما تطلش على حبايبك ولا تبيت ليله واحده في الشقه. معلش يا كيمو، شويه مشاغل والله. الله يقويك يا دكتوره. قول لي اخبار الغيه ايه؟ قشطه طبعا يا دكتوره، اكل وتنظيف يوماتي وكله في خلصته. تمام يا اخي، تمرني بحاجه يا دكتوره؟ الف شكر يا دكتوره. الف الف شكر. السلام عليكم. مع السلامه. لا يا شاي، معلش انا عبيت في شقه السيده النهارده. يا شاي انا خارج من عمليتين تقال وعايز انام براحتي، وانت اليومين دول ضيوفك كترت في معول الانتخابات ده. حاضر يا شاي، حاضر حاضر. اي اوامر تانية؟ احسن احسن. ايه ده انت مين؟ كليانتي؟